في بادرة مهمة لحل النزاعات العشائرية، وصل وفد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم إلى محافظة ذي قار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي لحل عدد من الملفات التي تواجهها المحافظة كالنزاعات العشائرية وملف التفاوض مع المتظاهرين، فيما تعهد الوزير بقرارات ترضي الجميع وعلى رأسها تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. خرج هذا الاجتماع بعدد من المقترحات والأفكار، بدوري سأنقلها إلى الحكومة المركزية، إلى دولة السيد رئيس الوزراء، لترى الحكومة المركزية بوضع الحلول السريعة والعاجلة من أجل معالجة الوضع الأمني في محافظة ذي قار، والوضع الخدمي والوضع المعاشي والوضع الاقتصادي. كل هذه هواجس ومشاكل تعاني منها محافظة ذي قار. وتفاعل عدد من المتظاهرين مع زيارة الوزير مطالبين بإلقاء القبض على مفجري العبوات الناسفة التي تستهدف الناشطين. أما بخصوص فاجعة المستشفى، فتعهد الوزير بالكشف عن مقررات اللجنة التي شكلتها الحكومة بعد عطلة العيد. أتمنى من الحكومة المركزية أن تلبي مطالب محافظة ذي قار، وخصوصا الانفلات الأمني جاي يحصل، هناك انفلات أمني واضح واختراق أمني، فنطالب بإعادة هيبة الدولة وفرض القانون لمحافظة ذي قار. السيد رئيس الوزراء شكل لجنة وزارية على مستوى عالي من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وبرئاسة معالي وزير التخطيط ووزير العدل وكذلك المتحدث عضو باللجنة، وتقريبا استكملت إجراءاتها. فقط التوصيات، احتمال كبير بعد عطلة العيد ستعلن هذه التوصيات وهذه النتائج. وتأمل ذي قار من الزيارات الحكومية المتكررة أن تأتي بثمارها وأن تلقي بظلالها على واقع الأمن في المحافظة. لقناة التغيير هاب الخفاجي، الناصرية.